لكن هذه المباراه بقى في الجزئيه الفنيه يا باشمهندس، التقلبات اللي فيها دراماتيكيه غريبه. لو كل الفرق في 90 دقيقه، ربع ساعه ده كل الفرق تاهلت وكل الفرق خرجت وكل فريق طلع الاول خلال وكل فريق طلع الرابع خلال ال90 دقيقه. بدات المباراه، المباراتين اتلعبوا طبعا زي ما انتم شفتوا في وقت واحد. الاهلي بيلعب مع شبيبه الثوره في استاد برج العرب، سيمبا التنزاني بيلعب في ملعبه مع فيتا كلاب الكونغولي. طيب الوضع كان عامل ازاي في البدايه؟ النتيجه 0-0 في الملعبين، وده معناه ايه؟ انه شبيبه الثوره متاهل اول للمجموعه عنده 8 نقاط، والاهلي متاهل تاني معاه بالسبع نقاط. لو فضلت ماشيه المساله لغايه الدقيقه 13، يعني لغايه الدقيقه 12 الاهلي متاهل التاني وشبيبه الثوره متاهل اول، والاثنين اللي هناك بره. اللي حصل ايه في الدقيقه 13؟ فوجئنا انه فيتا كلاب عملها وتقدم بهدف بره ارضه على سيمبا. بقى الاول عمل انقلاب، نط بقى الاول ب 10 نقط، وشبيبه الثوره مع تعادل الاهلي بره بقى 9، والاهلي خارج الحسابات ب 8 نقط ومعاه سيمبا. يعني الاهلي وسيمبا بره لغايه الدقيقه 13. من الدقيقه 13 للدقيقه 30 الاهلي وسيمبا بره، اللي هم تاهلوا بعد كده، والثوره وفيتا متاهلين. في الدقيقه 30 مروان محسن سجل الهدف الاول، قلب الطاوله فبقى الثوره بره الاهلي تصدر ب 10 نقاط ويليه فيتا كلاب بنفس الرصيد، يبقى شبيبه الثوره وسيمبا الاثنين بره. طيب تفضل كده؟ لا، من الدقيقه 30 للدقيقه 36، في الدقيقه 36 سيمبا تعادل. اول ما تعادل سيمبا الاهلي كان لسه متقدم 1-0، اصبح الثوره رجع فضل الاهلي في الصداره بالعشر نقط وجون مروان، والثوره احتل المركز الثاني بثمان نقط، بقى الاهلي والثوره. استمر الحال، الاهلي والثوره متاهلين، ولاعيبه الثوره مبسوطين انه رغم الهزيمه هم متاهلين. لكن الدقيقه 90، بص بقى الحاجه اللي والله يا حاجه اللي تضايقهم جدا. اخر ثواني في المباراه، الاهلي طبعا عزز فوزه ب 3-0، فشبيبه الثوره رمى الفوطه بالنسبه لبرج العرب، مش هيعمل حاجه، وقال لك كويس كده، قال لك ايه، اتعشت تاني بقى، اتعشت بقى اتعشت ان الناحيه الثانيه متعادلين فخلاص. والدقيقه 90 سيمبا بيسجل هدف الفوز في الدقيقه 90، قلب الترابيزه، فالاهلي يصعد الاول ب 10، وسيمبا يجي بدل ما كان الرابع ولم هدومه وكان روح خلاص، يتاهل التاني بعد الاهلي. وبعد شبيبه الثوره ما كان خلاص رضي ان هو متاهل تاني، خرج بثمان نقاط، اصبح الاهلي 10، سيمبا 9، الثوره 8، فيتا كلاب اللي كان عامل كل الدوشه دي الرابع بسبع نقاط. هذه الدراما العجيبه بتدل على قوه المجموعه وتقاربها، وتدي درس للاهلي لا يجب باي حال من الاحوال تحط نفسك في الموقف ده، ااجل حسمي للحظات اللي انا ما اضمنهاش. انت قلت في البدايه، شوف انا لا الوم الاهلي غير مطر على رياح على طبعا مطر رياح، انا لا الوم الاهلي الا على مباراه واحده اللي هي سيمبا. انت كسبان 5 ما تروحش تخسر هناك، انت لو تعادلت كانت خلصت. انما هو سيمبا بقى القدر اداله يكسب الاهلي ويكسب فيتا يوم يتأهل. مع هذا المستوى والاداء، واللي الحقيقه لعيبه الاهلي بقت تسجل اجوان حلوه، الجمال في الاهداف، ايوه ممتعه، كل الاجوان اللي جابها الاهلي السنه دي فيها متعه ملعوبه، يعني تستمتع بالهدف وهو بيجي. اذا في فرقه كوره بتنفذ حاجه، في كوره حلوه بتتلعب، في عدد من الافراد، قلت لكم الدكه كانت عامله ازاي، والكنبه اللي بره كمان عليها مين ومين، فما شاء الله عدد من اللعيبه المميزه، اي حد منهم يشارك. شفتوا مستوى الاداء بيبقى عامل ازاي على المستوى الجمالي والمهاري، لكن يحلم البعض انه يبدا يقارن الفرق اللي اتاهلت، فالاقي موقع من المواقع اهلي لاسارتي غير مؤهل لافريقيا رغم هذا التأهل كأول المجموعة. ليه؟ قال لك الترجي هو اللي بيتربى على عرش القارة،
وانه الاحق او الاقدر او الاقرب للفوز باللقب. طيب الترجي تاهل كاول مجموعته، برافو، بس كمان الاهلي تاهل كاول مجموعته. لا هو بص يا استاذ ابراهيم، انا ضد مقارنه النتائج في المجموعات المختلفه، على ان الظروف اختلفت، الظروف مختلفه والقوى مختلفه. يعني الترجي هو استند الى ايه؟ ان الترجي كسب 4 ماتشات وتعادل ماتشين، فعنده 14 بونت، رقم كبير. ايوه، ولم يتلقى هزيمه، وان الاهلي ما استطاعش ان يفوز في اي مباراه خارج ارضه. ادي استناده اللي حلل هذا الموضوع، وهو يعني استند الى واقع ما ألفش يعني من دماغه، لكن هو هذا الواقع لا يعكس الحقيقه رغم انه واقع، لان القوى مختلفه في الفرق المختلفه. فاعتقد ان باذن الله الاهلي لا قادر، ومع تقدم الوقت ومزيد من الانسجام قادر. هو 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 اصلا الدفع هنا بايه؟ انه الترجي كسب بره الارض والاهلي ما كسبش بره الارض، في حته الفوز بره الارض وجوه الارض. اولا المنافسين مختلفين، ثانيا هو مارتن لاسارتي ما دام احنا بنتكلم على المدرب، خاض مع الاهلي من اول ما تولى المسؤوليه 6 مباريات افريقيه، بدايه من دور المجموعات فاز في 3 ماتشات في الداخل، وتعادل مره وخسر مرتين، ادي 6 مباريات اللي لعبهم الراجل. طيب سيمبا التنزاني، يعني الاهلي صعد اولا، سيمبا التنزاني اللي صعد الثاني مع الاهلي فاز على ملعبه 3 مباريات وما كسبش بره الارض. الوداد فاز في 2 مباراة داخل الارض، اللي هو احد اوائل مجموعته، اول المجموعه الاولى، فاز في 2 مباراة داخل ارضه ومباراه واحده خارج ارضه، لكنه تعادل على ملعبه في مباراه. سان داونز المحتمل انه يواجه الاهلي في مجموعته الاولى فاز على ملعبه 3 مباريات وما كسبش بره خالص. في المجموعه الثانيه الترجي حامل اللقب، فاز في 3 مباريات على ملعبه ومباراه واحده خارج الارض، وهو اكثر الفرق فوزا في المجموعات، فما خسرش نقاط في ملعبه، فاز مره واحده بره. حوريا كوناكري احد الفرق التواني المحتمل انها تقع مع الاهلي، فاز في 2 مباراة داخل ملعبه ومباراه واحده خارج ملعبه، لكنه تعادل في مباراه على ملعبه. يعني اذا كان الاهلي خسر 2 مباراة بره فما خسرش نقاط في ملعبه. لا هو شوف، هو يعني هو المقارنه بينك وبين الترجي، هم لهمش دعوه بكل دول. مازيمبي فاز على ملعبه 3 مباريات وما كسبش بره. شباب القسنطينه الجزائري فاز في 2 مباراة داخل ملعبه ومباراه خارج ملعبه. طيب هو الفوز خارج الارض شفاعه؟ يعني ميزه كبيره قوي؟ طيب لو هي كده، الافريقي التونسي اللي كان في مجموعه الاسماعيلي وصاحب تاريخ كبير الافريقي، الافريقي ما صعدش رغم انه فاز خارج ملعبه 2 مباراة. دي اللي غريبه، فاز في ملعبه في مباراه واحده واتنين بره وما شفعتلوش. اذا بوضع عملي واضح جدا، كل مجموعه ليها ظروفها، وكل مجموعة المنافسين اللي فيها مختلفين عن بقية المنافسين، والظروف المناخية والظروف التنافسية في كل مجموعة مختلفة عن بقية المجموعات. أنا بس عايز ما أقدرش الترجي لعب مع ناس هستند إلى المعيار بتاع أستاذ إبراهيم. هستند، هو شوف، هو مركز على إن الترجي صاحب الحظوظ الأكبر وعنده حق إنه يرشحه، ما هو حامل اللقب وماشي لم يتلقى أي هزيمة، 4 انتصارات وتعادلين. وقال ان الترجي اسباب ترشيحه للترجي مستقر، محتفظ بقوته بقوامه ونجومه الثقيله، ها، والمدرب والمدرب، وانه بيتطور. وانا معاه 100%، ولكنه اغفل نقطه في شديده الاهميه، ان الاهلي ليس هو اهلي الموسم الماضي. أيوة. أو الفترة الماضية، بلاش الموسم، البطولة السابقة.
الفارق بين فريق الأهلي الآن وفريق الأهلي منذ عدة أشهر في لما لعب الترجي في النهائي فارق كبير في المباراتين طبعا فارق كبير. فما نقدرش نعتمد على هذا المعيار في التقييم. وفي نفس الوقت ما هياش مسألة يعني تزعجنا قوي، فليكن. انت بتقول الترجي واحنا بنقول بإذن الله احنا خلاص هنشتغل على كده. طيب المحللين، ازاي هذا الأداء الجميل اللي أبدع فيه الأهلي وحقق الفوز بثلاث أهداف رائعة وحاز ثلاث نقاط غالية، كيف رأى بقى المحللون كابتن وائل جمعة في بي إن سبورت؟ نشوف رأيه فيها. مبروك طبعا النهارده مهند للنادي الاهلي وجمهوره ولاعبيه والاداره النادي، انتصار مستحق وواضح، لان في ناس شككت الفتره اللي فاتت في امور كتير جدا نتيجه الهزيمه اللي حصلت للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، انما فوز واضح وصريح ولا يحتاج الحمد لله النادي الاهلي لمساعده من حد. النهارده اللاعبين ادوا اداء ممتاز واداء جيد جدا، انتشار ممتاز، ما حسناش بخطوره لفريق الثوره تماما، كل اللاعبين ادوا بشكل مميز، المدافعين ادوا دور ممتاز في ناحيه التمركز ومنع فريق الثوره من عمل خطوره على النادي الاهلي، لعيبه نص الملعب ادت اداء جيد جدا، المهاجمين تحركوا بشكل ممتاز. بالنسبه لي مروان النهارده من نجوم المباراه بعد علي معلول، يعني تحرك وانتشار وتمركز وقرب للاعبيه بشكل متميز ومسانده لزملائه، في شفنا الهدف الاول هو اللي بدا اللعبه وبعد كده الهدف الثاني احرزه الى ان اصيب وخرج. اداء ممتاز النهارده وانتصار مستحق. النادي الاهلي يعني اللي جاي صعب، احنا ماشيين بشكل كويس جدا في البطوله لغايه دلوقتي، على ارضنا ممتازين واداء مقنع وانتصار واضح على كل الفرق. الصعوبه في الخارج ودي هترجع مع رجوع اصحاب الخبره. يا مهند عندنا ثلاث لاعبين او اربع لاعبين عندهم الشخصيه وعندهم الخبره وعندهم كل شيء يفيد النادي الاهلي في المباريات الخارجيه، حسام عاشور، احمد فتحي، وليد سليمان، واللاعب اللي انضم السنه دي ولاعب جيد ولكن الاصابه مش مساعداه حمدي فتحي، انا شايفه اضافه ممتازه. حتى وليد ازارو لو يعود للفورمه هداف موسم الماضي، ووليد طبعا في المنافسه مع مروان في راس الحربه اضافه ممتازه ولاعب برضو عنده امكانيات الفريق محتاجها بشكل جيد. باقي بعض الحاجات الصغيره تتعدل في توظيف بعض اللاعبين في الملعب، شغل ثاني يعني شغل المدرب، واكيد المباريات اللي قدامنا دي هتبين له اجاييه ورمضان وتوظيفهم الصحيح والمكان المناسب ليهم، لان انا لازلت غير مقتنع بان اجاييه يلعب كجناح. اجاييه خطورته دايما في 18 راس حربه، يعني مهم ولاعب عارف طريق الجول بشكل كويس وبيلعب اللمسه الواحده على المرمى بشكل ممتاز. اخيرا كابتن وائل جمعه رضي على الفريق وبيتكلم بسعادة وانطلاق ويعني أريحية، عاجبه كل شيء ومركز على أن مروان محسن أحد نجوم هذا اللقاء، وأنت بتؤيده في هذا الأمر يا أستاذ إبراهيم. صحيح، بأيده في ده جدا، ومروان من اللعيبة اللي لازم نقف عندها كتير، بس كمان في لقطة أو في جزئية في تفاصيل هذه المباراة أتمنى أن الناس تقف مع ضمايرها شوية فيها. مش معقولة أبدا الأهلي كنادي مصري بيلعب مع فريق جزائري شقيق، ألاقي الناس معنية على السوشيال ميديا وفي بعض المواقع وبعض البرامج أن تصدر قلق وتوتر للأهلي مع حكم المباراة التونسي، ويتقال ما قيل، وبعد كده ألاقي حد بيبرر إحنا ما بنقولش حاجة، إحنا بننقل عن موقع تونسي. يا سيدي الفاضل، الإعلام فيه مسؤولية تضامنية، دي مسؤولية انتقائية، أنت انتقيت الكلام ده من قناة تونسية لها توجه فيها تفاصيل مش وقت الكلام فيها، لكنه لما نيجي نتك على دي قوي لإشعال فتيل تاني بين مصر والجزائر وبين الأهلي وأندية أخرى،
لازم ندرك مسؤولياتنا شويه. ده مخطط مع كل ماتش دلوقتي بتلعب مع شمال افريقيا، مش هينفع نفس الاشخاص، مش هينفع السكوت اللي حصل في ماتش الترجي وعدى مش هيتكرر تاني ولن يسمح بيه. مش معقوله كده. وبعدين يتقال اصل احنا ما بنعملش حاجه، احنا نقلنا عن الموقع التونسي او على القناه التونسيه اللي قالت. طب ما هو يعني ما هو ده نقل الخطا مخطئ برضه، ما هي نفس المسؤوليه. مشاتبك اللي ما بلغك وده صحيح، مثلا عبقري هو اتقال في تونس لسبب احنا لو في مكان او في مجال هنقول ايه طبيعه القناه التونسيه اللي اوردت هذا الفيديو ومملوكه لمين وتوجهاتها ايه ومخططهم لازاحه الاهلي ازاي. كل ده كلام مفهوم ومعروف وفي تفاصيل، لكن هنا في مصر مش هيكون مقبول بالنسبه لنا ان جمهور الاهلي يدخل على خط الازمه بين الزمالك بيواجه فريق جزائري فيبعت معلومات ويبعت تصريحات ويبعت كلام ضد الزمالك للمنافس التونسي، او يغر صدر حكم او يضغط على حكم او يضرب جواب او يزور جواب ويقول اصل ده صدر مش عارف من مين ضد مين. دي ممارسات مش هيتم السكوت عنها تاني، وهيتم كشفها وفضحها، لانه قبل ما تكون بتهز مسيرة فريق لا بتحرض جماهير وبتوقع أزمة كبيرة جدا بين جماهير دولتين. كفاية اللي حصل في السابق ده، كلام ما يصحش يحصل بأي حال من الأحوال. لكن لو عايزين تعرفوا قيمة الأهلي بجد شوفوها عند الجهاز الفني للفريق التونسي الجزائري، وتكلموا على الأهلي إزاي بعد المباراة، واحترامهم للعب النظيف مع الأهلي كان عامل إزاي، وجدارة الأهلي بالفوز كانت عاملة إزاي. وهنروح بعيد ليه؟ ما نشوف المحلل الجزائري نفسه في القناة الناقلة قناة بي ان سبورت الكابتن رفيق صيفي بعد المباراة وهو راجل جزائري كيف رأى فوز الأهلي. رفيق، الأهلي المصري الفرديات على أفضل ما يرام، الأهداف فيها تنوع بين فرديات ومهارات وبين أداء جماعي، يملك الأدوات، يملك نجوم من الصف الأول في الكرة المصرية. هل تعتقد وتتفق مع من يقول أن هذا الموسم أقرب التتويج لأهل مصر من أي موسم بعد 2018؟ لا، خاصة من حيث نوعية اللاعبين اتفق يعني معك. الأساسيين واللي موجودين على بنك الأحتياط بنفس صحيح. القيمة تقريبا الأساسيين ولا على دكة الأحتياط، وأيضا اللاعبين اللي كانوا مصابين، يعني لو عندك يكتمل التعداد كله نقدر نقول لك ما بين المرشحين يعني بناء هذا اللقب هو الأهلي المصري السنة هذه. صحيح يمتلك لاعبين من طراز عالي، عندك يعني نوعية اللاعبين تقدر تلعب بطريقة مختلفة، يعني تقدر تلعب ثلاث مهاجمين، تقدر تلعب مهاجمين اثنين، تقدر تلعب صانع ألعاب، يعني حتى اللاعبين الموجودين في بعض الأحيان في مدربين يشتكون من التعداد البشري. هنا اليوم في الأهلي وهذا الفريق يعني الأهلي عنده التعداد البشري من حيث يعني طريقة اللعب وحتى اختيار طريقة اللعب على اللاعبين، يعني مدرب على نوعية اللاعبين يعني موجودة. أحسن الشحات اغلى صفقه في الفريق، صح كابتن وائل؟ اغلى على بنك الاحتياط، يعني مدرب شحات، شجاع شحات ولا سليمان، عوده سليمان ولا حتى ناصر ماهر وحسام عاشور، احمد فتحي، عده يعني لاعبين يعني يقدروا يلعبوا يعني بثلث مهاجمين مثل ما قلت لك، تقدر تلعب يعني بلاعبين اثنين، تقدر تلعب الاربعه اثنين ثلاثه واحد، اربعه ثلاثه ثلاثه بالمعين على مهاجمين وصانع العاب، يعني عندك نوعيته وهذا الانسجام. ولكن النقطه اللي كلهم يتكلم عليها ويتحدث عليها يعني في الاونه الاخيره، الاهلي ما يفوز خارج ديار، هذه المشكله اللي ناقصه. هذا اللي صار في المجموعات، صحيح المجموعه، صحيح لاعبين ذوي الخبره يقدروا يعني يصنعوا الفارق خارج ديار، ولهذا داخل ملعبه الاهلي صعيب يعني تفوز عليه على ارضيه ملعبه، ولكن خارج ديار هذه مع مرور يعني المباريات مع عوده بعض اللاعبين الاساسيين او اللي كانوا مصابين يعطوك يعني الفارق خارج دياره. ولكن مثل ما قلت لك يبقى الاهلي مرشح ما بين الفرق اللي ممكن تفوز بالكاس هذا الموسم. الأهلي هو أحد الفرق المرشحة بقوة ويملك كل الإمكانيات التي تسمح له بالفوز بهذه البطولة، وإنه نجوم وقعد سطر يا أستاذ إبراهيم في كفاءات وما فاتهمش يشير. اتكلم على أحمد فتحي وقال لك وأحمد فتحي ووليد سليمان لما يرجعوا هيرجعوا تدعيم قوي جدا وما فاتوش
طبعا تحدث على الدكه وما فاتوش انه يلمس على كابتن حسين الشحات. وهنا النقطه يا جماعه، موضوع انسوا المبالغ المدفوعه دي، كل حاجه ليها ظروفها، لكن الكابتن حسين الشحات ده بص الجون اللي جابه يؤكد على انه النموذج الاقرب للكابتن محمد بركات، نفس الطريقه يقطم ويحطها في البعيده في فهو وبرضه في من وليد سليمان دي طريقه اداء يعني. الفريق بيستعيد عافيته والفريق بيستعيد زخمه الهجومي وقال ان كل الاجوان ملعوبه وكل الاجوان فيها متعة. جماعيه ها وفيها متعه. فطبعا الكلام يعني ده من الـ يعني بيرد يمكن على الفقره بتاعه الاهلي غير مرشح للبطوله للموقع ذكرها. المذيع التونسي والمحلل الجزائري، وشفنا قد ايه جداره الاهلي وترشيحهم للاهلي بهذا التميز. ورغم هذا شكرا للي رشح وشكرا للي ما رشحش. الاجابه عند لعيب الاهلي وجهازه الفني باذن الله. كابتن سعد عبد الحفيظ بقى عايزين نعرف عندما تحدث الى صدى البلد قال ايه؟ مهم وفي وقت بصراحه، وفي نفس الوقت انت يعني في مباراه ما فيهاش تعويض خلاص. يعني يمكن مباراه المجموعات او كل مباراه المجموعات ممكن يبقى في عندك متاح ان يبقى في عمليه تعويض في المباراه اللي بعد كده لانها اشبه بالدوري، لكن دي مباراه ختاميه. يعني الفرق الاربعه اللي كانت موجوده سواء الاهلي او شمس الدوره او بيتا او حتى سيمبا كلهم كان عندهم فرص للتاهل يعني. مظبوط. فبالتالي كانت مباراه مهمه جدا. يعني كمان انا بحيي اللعيبه لان درجه التركيز كانت عاليه من البدايه لحد النهايه. التعامل مع اللقاء كان في منتهى الاهميه والاحترام والتقدير للفرقه، رغم ان هي فرقه جايه من بعيد جدا عن المستوى الافريقي، ما كانتش موجوده في مناسبات افريقيه قبل كده كتير يعني، لكن ادت مردود كويس قوي الحقيقه في المجموعات. قدرت انها تتفوق على سيمبا وتتفوق على بيتا، حتى في مجموعه الاقصائين مع بيتا تعادلت بره وكسبت على ارضها، فكان مهم جدا ان احنا نتعامل معاها باحترام شديد. مظبوط. طيب انا بس يعني عايز انوه لان النادي الاهلي لقى كثير من الصعوبات يا استاذ ابراهيم في تقييمه، يعني وهو كانت صعوبات مقصودة أن تهز ثقته وثقة جماهيره وثقة لعيبته وتخلق المشاكل. أكتر حاجة عجباني في الليلة دي بقى أن يستطيع الأهلي أن يتجاوز كل هذا الأمر. وما أقول الأهلي بتكلم على الفرقة. الفرقة واضح جدا أن في نجاح في عزلها عن هذا المناخ، وواضح جدا سلامة شخصية معظم اللعيبة والنجوم، لأن إدارة هذه المجموعة من نجوم يا أستاذ إبراهيم من أصعب ما يمكن. صحيح. فده اللي لافت نظري وده اللي مخليني يعني شوية مطمن إن هذا جيل هو الجيل الأقرب إلى استعادة بإذن الله الفترة الذهبية بتاعت من 2005 وأنت طالع بقى. الحقيقه المجموعه دي ده انت عندك خمسه سته منهم تحت السن وفي منتخب الاولمبي يعني ايه ده باذن الله باذن الله. لا غير بوادر مستقبل غير باذن الله المعارين بره اللي فيهم دوليين دلوقتي كذا دوليين يعني. والدولي المصاب اللي لما يرجع باذن الله هيكون اضافه، والدولي المعار اللي لما يرجع باذن الله هيكون اضافه. لا النادي الاهلي التخطيط لبناء كره القدم خلال السنتين الماضيتين الحقيقه بيؤتي ثماره بشكل والناس رائع. اللي كانت مندهشه قوي ان انت عمال بتجيب في لعيبه صغيره وتحت السن يقول لك هو انتوا ناسين هو انتوا ايه لا اهو هو ده اللي كنا نقصده، انك ما تتحطش تاني في تحت ظرف حد يديك لعيب او ما يديكش لعيب. احنا قلنا ساعتها خلاص الخطيب خدها على صدره فبتبقى جون خلاص. لا يعني التصور اللي الناس مش قادره تدركه انك لما تكون مسؤول هتفكر بطريقه صحيح فيها حسابات
انت مش شايف. صحيح. كانت قبل هذه المباراه الحقيقه الجزئيه اللي ازعجت الجمهور او اخلقته حراسه المرمى وعلي لطفي اللي هيلعب والشناوي مش هيلعب والفريق بدون رمضان كانوا خايفين ماذا لو اصيب علي لطفي ورمضان صبحي بيتمرن على حراسة المرمى لأنه ممكن يكون الحارس البديل لو لا قدر الله كان أصيب على لطفي. والناس بدأت تتكلم على أنه ممكن لعيبة الثورة الجزائري يتعمدوا إصابة علي لطفي لما يكونوا متأكدين أنه ماليش بديل. الناس فعلا كانت قلقانة جدا على عارين الأهلي في هذه المباراة. وإذا بالشناوي يقلب كل هذه المخاوف والتوقعات ويلعب أساسي، إيه اللي حصل؟ نشوف الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس في صدى البلد. كتير وكان راغي كتير قوي في السوشيال ميديا والاعلام بشكل عام، ورمضان صبح هيبقى احتياطي، لا مش عارف احمد فتحي، لا مش عارف مين، لا مين. ولكن احنا كنا يعني مركزين في ان احنا نحاول ان احنا على قد ما نقدر ما بنتكلمش خالص، بنشتغل. وطبعا الجهاز الطبي كان له دور كبير جدا جدا صراحه، يعني حق الدال كان الدكتور خالد مع طبعا طاقم الطب كله، يعني الدكتور عبد المجيد والدكتور نبيل، كان لهم دور كبير جدا في ان الشناوي متواجد النهارده في المباراه. وكمان الدور الاكبر طبعا للشناوي نفسه، يعني بعزيمته وبارادته، الولد فعلا يعني كان صعب على الظهر بيعمل علاج ليه. والحمد لله هو نزل معايا اول امبارح، نزل معايا تمرين، بس نزل معايا انا بس تمرين خفيف كده قبل ما نسافر اسكندريه. امبارح نزل تمرين مع الفرقه ونزل معايا، خدنا شغل كتير وخدنا كورسات، خدنا كرات عرضيه كتير، خدنا شوتينج من زوايا مختلفه. وكان الدورانات اللي دايما الدورانات دي بتبقى باينه قوي ان يعني هل هيبقى في حاجه في انتر او لا. فالحمد لله بشكل عام طبعا كل الاختبارات اتعملت. وطبعا مع اكيد طبعا راي الجهاز الطبي كان له دور كبير جدا في الشناوي يشارك. والولد نفسه بقى كمان هو حابب، كان حابب انه يشارك. جديته يعني هو طبعا اكيد. يعني من امبارح كنت متاكد خلاص ان الشناوي هيكون جاهز ولا استنيت للنهارده؟ الى حد كبير يعني امبارح اتاكدنا بنسبه مثلا ايه تتعدى 70-80%. تمام. النهارده بعد الفطار يعني كان خلاص يعني القرار اتاخد، وقعدنا مع الولد، والولد كان عنده رغبه طالما الرغبه موجوده. وبالك دايما الانكر ريك ده اوقات ممكن يبقى فيه ورم وتقدر تلعب عليه. حصل مع سعد سمير، وحصل مع لعيبه كتير، حصل مع ابو تريكه قبل كده كتير. فلعيبه كتير بتبقى الانكر رجله فيه بقى فيه ورم ويقدر يلعب ويقدر يشارك. فالحمد لله يعني طالما رغبه اللعيب موجوده، خد بالك بتبقى دايما هي اللي بتحسب. ايوه. مع طبعا الراي الطبي طبعا بيبقى مهم. مظبوط. انما عايز اكد تاني على ان الدكتور خالد والدكتور عبد المجيد والدكتور نبيل طاقم الطب كله في النادي كان له دور كبير جدا 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 في ان في خلال اسبوع الشناوي متواجد في مباراه النهارده. تمام. وده لا يقلل ابدا من علي لطفي. اكيد. عايز اتحدث في نقطه، هو كان سليم ولا مصاب؟ اتفضل. الاصابات انواع استاذ ابراهيم. يعني بشكل عام بيتقال لك ما تلعبش لعيب عنده اصابه مهما كانت درجتها عشان ما تتفاقمش. ولكن هناك نوع من الاصابات هي اصابات مؤلمه ولكنها مش اصابات تتفاقم. وانا يعني حتى لما كنت بسافر مع فرقه كره اليد كتيره كان بيحصل هذا النوع من الاصابات، الاصابات اللي تخاف تلعب عليها الاصابات العضليه. طبعا دي اللي لو لعبت عليها وتفاقمت ممكن تأذيك. إنما الكدمات مثلا، واحد مصاب عنده كدمة مشكلته في تحمله هو للألم، لكن هي ما تتفاقمش ولا تحول إنه يلعب. فهذا يعني عايز أوضحه بس عشان يعني، وده اللي أكده الحمد لله. أنا يعني ما كنتش هقول هذا الكلام الا لما اكده كمان الكابتن طارق سليمان. لان اتقال مصاب، طب ويلعب ليه؟ فلما بتبقى في ظروف استثنائيه تتحامل على البطحه او الكدمه او الورم الخفيف اللي عندك وتلعب علشان ما فيهاش ريسك وما فيهاش، وفي نفس الوقت هي متعلقه بشخصيتك انت، تتحملها ولا ما تتحملهاش. طيب المحللين يشيدوا بالأهلي أمر طبيعي. طب المنافس الجزائري
اللي بيلعب ضد الاهلي واللي الاهلي فاز عليه واخرجه من البطوله، فريق شبيبه الثوره الجزائري ليه كل التحيه والتقدير الحقيقه. حتى الكابتن محمد يوسف بعد المباراه شفته كان حريص جدا على انه يهني كريم زاوي المدير الفني. كلهم كانوا في تصريحات راقيه يا استاذ ابراهيم بالظبط قبل وبعد المباراه على اشادته بهذا الفريق المكافح حتى اللحظات الاخيره، لغايه الثانيه الاخيره كان هو متاهل مع الاهلي، لكن بعد هذه الصدمه والخروج من البطوله والله اللي كنت متعاطف معاهم يعني تأهل اول مجموعتها، نشوف كريم الزاوي المدير الفني لشبيبه الثوره بعد المباراه شاف الاهلي ازاي. اول حاجه نهني الفريق الاهلي على التاهل هذا، ان شاء الله يمشي بعيد في هذه المنافسه. احنا فرحانين باللاعبين تاعنا وبالمسار اللي داروه في طيله 6 مباريات، وترأسنا على المجموعه، راس المجموعه كانت عندنا لنا خطوه واحده للتاهل، ما ساعدناش الحظ. اليوم مع فريق قوي جدا واللاعبين ذوي مستوى تقني عالي جدا، محسن ومعلول ومحمد هاني لاعبين في المستوى، الكل واحد ما يكذبش على نفسه، فريق قوي. احنا كنا حابين نمتصوا حراره فريق الاهلي في الشوط الاول، درنا غلطتين سمحت للفريق الاهلي باش يسجل علينا، خاصه الهدف الثاني كانت كره عندنا كانت في وقت بدل ضايع، كنا قادرين نتجنبوا هذاك الهدف باش ندخلوا لغرف الملابس، كنا نعطيهم اكثر باش نصلحوا واش ما مشاش في الشوط الاول. الشوط الثاني اعطيناهم اكثر حريه، تكلمنا معاهم وخليناهم يلعبوا بدون ضغط، لعبنا كره كانت جيده واستحوذنا على الكره، كان ما ساعدناش الحظ باش نسجلوا، وكنا اقرب للتاهل، وهذا شيء مكتوب الله. الحمد لله احنا مرتاحين، شرفنا الكره الجزائريه وفريق شبيبه الثوره اصبح من احسن 16 فريق في افريقيا، وهذا شيء جميل جدا. كلام موزون، والحقيقه انا يعني كنت متعاطف معاهم جدا. النادي لحد الدقيقه 90 متاهله، انت مدرك الشعور ده؟ ودي خطورة ان مصيرك ما يبقاش في ايدك. وده اللي بتخاف منه، فتملي نتمنى باستمرار الاهلي يبقى مصيره في ايده. بدري. في ايدك. يعني انت لعبت برضه مصيرك في ايدك. انك انت لن تصعد اول. يعني ما استنيتش نتائج الاخرين، خلاص كسبت ما انتش مستني حد. هم بقى يا عيني في داخلين اول وبعدين الدقيقة 90 مؤهلين. الراجل بيقول لك، طبعا هو يشير انه فريق حديث وان هو فريق خبراته قليلة ولكن بيحقق نتائج هايلة خلال السنتين الماضيتين، نتمنى لهم التوفيق باذن الله.